فكذي الكفار أبو يقولوا عارفين معناه شنو، يخلوا الأصنام، يخلوا التطير اللي هو تشاؤم، ما يفكوا الطيرة، إن مشت إن فكوا الطيرة مشت قدام بيسافروا. ابن عثيمين قال كذي، إن رجعت ورا بقولوا السفر ده ما فيه خير، بيرجعوا. إن مشت يمين بيتيمنوا بها، قولوا السفر ده فيه خير. إن مشت شمال ابن عثيمين قال بيسافروا لكن بيكونوا خايفين. رجعت الطيرة فكوها وجات راجع، خلوا السفر مرة واحدة. ده كله شرك بالله تعالى وعقائد منحرفة. الليلة هسه الكلام ده موجود، واحد تلقاه مشتري له هايس يسوي فيها مليون هوس، هايس مشتريها القصع وله جبنة ورا رابطة بيا حبيب، ولا حافلة تلقاها وله فيها شعرة مفلفلة كده. دي ليه؟ يقول لك عشان الناس ما يعانوا للحافلة، يعانوا لدين شغلوا بيها. ولا جزمة بتاع الطفل صغير تلقاها تحت، ولا واحد تلقاه في بيته ساوي له قرنين دار ينطح شنو، انا ما بعرف ساوي له قرنين. كلها عقائد منحرفة يا ناس. يا اخي سفنجة مقلوبة يقول لك صلحها صلحها، ما تجيب لنا كفوة سفنجة، يقول لك ما تجيب لنا مصيبة. اي شيء جهل جهل الى الله المشتكى. مرق برا من الصباح لقى ناس، لقى لا زول اعور ولا زول اعرج ولا كذي ولا زول مجنون، يقول لك من الصباح بدت كذي معناها باقي اليوم ده منتهي. دي عقائد منحرفه، تشاؤم تشاؤم، كل جهل في العقيده. واحد في العيد يقول لك العفو لله والرسول، العفو لله، العفو عباده، العفو لله وحده عباده. دار تسافر يقول لك وضعناك الله والرسول، تقول وضعناك الله بالدار الجديد، تقول وضعناك الله بس كفاية. أليس الله بكاف عبده؟ كل أخطاء واقعين فيها كثير من الناس، وإلى الله المشتكى.